بتجري لسوس تكتات عمتات بتورنت مكنيات تقارطين برون بهجر درجة بيعمتو مفارق لا يميزجا جوني نقدنا وزار سيمبوزيوم أهون بتجنيوان تراوي سلام سلام لتجري تنسي بميل مري حساب لكيدنو بازارنا سيمبوزيومو بتجري نقدنا زفر مهبرات مكربيت عزجا جنتي مكير سيون سايبي توالا يا أمريكا بقلي نقد سيكتر تقرات بمارد يميسر درجة بتلي يم بقجت وست بنا برو كل لوج يا سلام قداي لاي بصفات يسرع لدرجة دقافي مكيرنو سيلو يا معلن نقد زفر مهبرات مكر بيت وان ناس أهافينا يزججت كوميتي واستباباري آتو برها أركبة قلت سوال بمقال ختما سلام لتنسى اي تقراي نقد لنقد تسسر بميل يميزقاج يه سيمفوزيوم النابازار بتقراي نقد النازر في مهورات مكر بيت الناب بمقال نقد النازر في مهورات مكر بيت عزقاج النتي ميكايد سيون يهين دي كهيد بتلي بكل لوش وانا كتموج بسمارا من بحر دارنا اداما ما دي ساوام اندكايد يتاك ادو سايب يتبالي يا امريكا بنقد يقل سيكتارو تكورتا عدوغو يميساراونا بسلام قداي لاي بتالي بالنزي قيش اتبان برباتشو كللوش يسلام قداي لاي بسفاتي يسارا يلو السو بمي اكاهدو دقاف يمي كاهدنو የኤግዚቢሽኑ አስተባባሪ ወይዘሮ ትርሐስ በርሃ በበኩላቸው የባዛር ሲምፖዚየሙ ከጥር 18 እስከ 26 2016 ዓመተ ምህረት ለማካሄድ ታቅዶ እንቅስቃሴ መጀመሩን በመግለጽ በማዕከሉም መሰረታዊ የሆኑ ሸቀጦች የርሻ ውጤቶችና ሌሎች ህብረተሰቡ ያለበትን የኑሮ ውድነት ምሬት ያገናዘበ በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ነጋዴዎች ተሳታፊ ይሆናሉ ብለዋል። سلام ለትንሳኤ ትግራይ ንግድ ለንግድ سيمبوزيوم النابازر كتر أسراس منت إسكاهاية سدس تولد شي أسراس سدس أما تمرت بمقالة كتما اللي كايدنو بزي بوانا النت كدمن داتا والو مسارة تاويون نقروش باتالي دمو بيقرشا وطيتو تيونو اندات إيفنا ليلو تشماينت لما برسو باتمتات عنواغا انديك أربنو يتاسبو سلازي زي كتلايو كلوش كامارام كأفارم كأورميام انديوم كادي سابا انديمت اندي ساتفو انا وترياتشن ياقربني يالنو አቶ በርሃ ክሎም የንግድና ባዛር ሲምፖዚየሙ ዋና ዓላማ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ለማጠናከርና ሰላሙ ለማጽናት የንግድ ቀጠናዊ ትስስርን በማጠናከር ህዝቡ ተጠቃሚ ማድረግ ነው ብለዋል። ለዚህም ከተለያየ አጎራባች ክልሎች የሚመጡ ነጋዴዎች ምርቶቻቸውን በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ እንዲሳተፉ መታቀዱን በመግለጽ ሁሉም አካል የንግድና ባዛሩ ተሳታፊ እንዲሆንም ጥሪያቸውን አቀርበዋል። የዚህ ዋና ዓላማ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር مسارات مهني على لبت ينقد لنقد جنين ينتنو يلقد لنقد جنين ينتو كتتنا كرا هبرت سووم بزاو سلامونيات أنا كرا يهدال سلذيهن مسارات ما مدرك بتلاقي كل لوش بامارا يالو أمراشوش عندهم بورميا أننا بليلوش كل لوش يالو أمراشوشنا بأفر كلل يالو أمراشوشنا أسمتشوش جملة نقاريوش እንዲሳተፉ በዚህ ክልል የሚገኙ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች በክልል ደረጃም በከተሞችም ደረጃ ያሉም ንጋዴዎቻቸውና አምራቾቻቸውን ይዘው በዚህ የጋራ ሰላማችን በመናጠናከርበት ሲምፖዚየምና ባዛር ላይ እንዲገኙ ጥሪ የምናቀርብበት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የውጭ አምራቾች የውጭ ድርጅቶች እንዲሁም የመንግስት የልማት ድርጅቶች ተሳታፊ እንዲሆኑ